هذا هو نائب الرئيس المنتخب دي جي فانس. إنه في تقديري وتخميني هو الرئيس الأمريكي القادم الذي سيرث رئيسه دونالد ترامب في انتخابات 2028، وقد يفوز بفترة رئاسية ثانية في 2032. وأتوقع ذلك لسببين: الأول لأن الحزب الديمقراطي خسر ثقة الناخب الأمريكي ولن يستعيدها بسهولة في سنين طويلة قادمة، وبعد مخاض صعب وثورة داخلية تغربله من رأسه إلى أساسه. والثاني أن الإنجازات الاقتصادية والأمنية والمعاشية والخدمية التي لا شك في أن عهد ترامب سيحققها سوف تضمن لنائب الرئيس سهولة الفوز في انتخابات عام 2028. لن أكون على قيد الحياة لأتأكد من صحة هذه النبوءة أو خطأها، وفوق كل علم عليم.